ابي ابو حاتم خير شوفي لك شوفي شوفي روسي. شوفي ليش كل العسكر جايبه معك يا ابو حاتم في امر من القياده بازاله باب الحاره سلو ازاله شو مثل ما سمعت يا ابو حاتم في امر من القياده العليا بازاله باب الحاره فارد تحكي انت والشيخ عبد العليم مع رجال الحاره مشان ما حدا يقاومنا ولا حتشوفوا شيء ترى ما كتير بيسر خاطركم استغفر الله العظيم شو هالحكي اللي ماله طعمه بشو جعسكن هذا الباب لحتى بكون تيمو هاي اوامر عليا واكثر من هيك انا ما بقدر فيدها شو الشغله على كيفك وكيف اوامرك هذا الباب مبني من سنت انست ولك هذا الباب ستروا غطى علينا هذا درعنا ما حدا بيسترجي يشيله قبل ما يشيل راسنا هذا الحكي لا بيقدم ولا بيأخر الأمر بده يتنفذ ولو بالقوة خلاص خير يا جناب الضابط خير يا بشوط الشوفي كل يومين والتاني صرعك شوفي قال معهم أمر بخلع باب الحارة عمي أبكامي لا شو الحكي ليش شو الحكاية يا جناب الضابط شو بدكم من الباب العجال هذا الباب طول عمره موجود هون وما حدا انزعج منه شو يا شيخ عبد العليم بدك تفتح معي تحقيق كيف وليش وإمتى وين الأمر بده يتنفذ وخلصنا نحن منعرف إيش قوتيمو باب الحارة لحتى تخلونا ضعاف ونستسلم بدون أي اعتراض وخص نص بعد اللي دقتوه من أهل الحارة لما حاصرتوها المرة الماضية مظبوط بدكم تفوتوا على الحارة أنتوا عناصركم من غير ما حدا يوقف وبشكل أو يمانعكم ما هيك؟ نحن لما منقرر نفوت على مكان ما منهاب حدا ومين ما كان يكون فرنسا هي اللي فتحت أبواب الشرق كلها حارة الضبع كلشك واللي ما بيعرفها يروح يسأل عنا هدول اللي شايفتن عينك هن أهل الحارة رجالة وشبابة وشيبة وولادة ويمكن سمعت رأيهم روح قول للي بعتوك باب حارة الضبع ما بينقام لأنه في بقفاه رجال عدي أبو حاتم عدي هذا قرار قيادي عليا بده يتنفذ مانو لعبة ها روق أبو جودة تروق ليوم يطقل لك شي عرق لحمس على راسك تعرف حجمك وأساسك هلأ بيّن معدنك المصدي لك روقوا يا جماعة روقوا كلها شغلة بسيطة وبتنحل ما عاد في رواق ونحن جاهزين اللي بدكن ياه بدكن معركة هاي الأرض جرفوا هذا الباب بده ينقام من محله اللي عجبه واللي ما عجبه مين اللي بده ينقام باب الحارة مين حارتنا متنا الضبع وما عرفت ليش حرقانه يا عيدو والله يا مختار ما حدا بيعرف ليش حرقانه خليك هون الله يرضى عليك لبينما ارجع واذا حدا سال عني قل له ان المختار راجع حاضر مختار اكيد اكيد شوفي عم يقولوا انه درق فات على حاره الضبع وبدهم يخلعوا الباب تبعها جامع بدهم يخلعوا باب حاره الضبع لك مش مصعصوا الباب الله اعلم رح ليك شوف شو صاير عليك خاطر يا خاطر تعال شوف من عم بدق الباب بسرعة يلا يلا أخي الله يوفقك دير بالك على حالك بسم الله سامحي صوت الصاص شو في ما بعرف أهلين عمي أهلين جيت خبرك إنه صهرك معتز قوص على دركي بالحارة وهرب من هون شو الحكي عمي؟ يعني القواص اللي صاير بالحارة سببه معتز؟ هيك شي بس لسه ما عرفت الحقيقة مزبوط رايح شوف شو صار يلا يلا رايح معك عمي ولي على أمتي ولي على أمتي على هالخبرية معتز مقوص على الدرك وهربان هذا كلياته بسبب الفرد قلت له 100 مره بلا ما كان يسمع مني ليش عواص على الدركي كابي شو بيعرفني شو بيعرفني هذا الشيء اللي عم بيصير كبير كتير وما رح يمرق على خير صغيره شغله الباب ما لها طعمي المهم انه معتز نفد على خير ما تحكي لك كلمه يا ابو كامل شو اللي عم يصير ما بيجوز ولا بيرضي حدا
شو طالع بإيدي يا شيخنا؟ مالك شايف القصة أكبر منك الآخر؟ إمني شنين علينا؟ يا أهل حارة الضبع، اللي صار معكم عنده بنوب والحساب جاي. بس يا أبو جودات، يا مو برضاي عليك، قلبي مثل النار على أخوك معتز. اللي شو اللي صار؟ طمني يا مو، طمني، ما في شي، ما في شي. يا شلون ما في شي والدنيا عيني قاعدة برا؟ الله يصلحك يا خالتي، امسكي. عرفت انه بدها تسبقني لهون. يا مو، معتز قوص على الدرك وهرب، بعدين نحن حسبنا نهربه برات الحارة. قطعت عليك يا أخي معتز، أنا خلصنا من المشاكل الآن. تاريخ ورانا ورانا يا مو. لا تخافي يا مو دلال، لا تخافي، أنا متأكدة بإذن الله إنه معتز رح يكون بخير. عصام، ليش معتز قوص على الدرك؟ لأنهم اجوا اختي معهم اوامر من فوق بخلع باب الحارة. يه، من لا سمعة؟ شو هالحكي يا مو؟ شو على كيفهم يخلعوا باب الحارة؟ هن مفكرين انه على كيفهم، اخذوا الباب وطلعوا فيه برات الحارة، بس القصة لسه ما خلصت يا مو. اخي، في مؤامرة على حارتكم، ما في كلام. اي نعم، صحيح الفرنساوي يعفوكم من حكم الاعدام اللي طلع بحقكم، بس ما نسوا لكم اياها. كلام المختار مضبوط 100%. هلا يا جماعة، شو دخل باب الحارة بالمؤامرة؟ هاي والله أنا ما فهمتها. لا يا أبتي، أصلاً باب الحارة هو مشكلتهم الأساسية مع حارة الضبع. شلون يعني أبو حاتم؟ لما صارت المعركة بيننا وبين الفرنساوية عن باب الحارة، نحن اللي سيطرنا على المعركة، ونحن اللي درناها مثل ما بدنا، لأنه كان في بيننا وبينهم باب، أسرنا عسكر، وأخذنا ضابطية، ومشينا الأمور مثل ما بدنا. أما إذا قدروا ياخذوا الباب وما نرجعوا بالقوة، معناته كشفوا سترنا. يسلم هالتم يا أبو حاتي، هذا الكلام الصحيح. باب الحارة ما بصير انفتح إلا للأصحاب والحبايب يلي بيخافوا عليك وعلى أهل الحارة، ما بصير انفتح لأعدائنا لحتى يلعبوا فيكن على كيفهم مهما كلف الأمر. هي قضية كبيرة كتير، وانصح اللي عم بتفكر فيه بتكون هي البداية بس، والله يسترنا من العظم. اي والله، الله يجيرنا من الأعظم. خلاص ابو حاتم، شو صار مع معتز؟ ان شاء الله قدر يفلت منهم ويهرب من الحارة. انا اصلا مشان احمي معتز كنت لون على الباب وغيرت كل الخطة. ياخذوه، باب الحارة بده يرجع غصب عن راس اللي بيقول ايه واللي بيقول لا. بس ما يكون صار لهم شيء العساكر اللي قوص عليهم. حاكم الفرنساوية بدهم حجة من السماء لحتى يطقوا واحد من حارة الضبع اعدام. مو معقول الحكي يا جماعة، مو معقول. ضابط اللوبي، لك طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، مو معقولة، ما في شيء الا بالحق باذن تعالى. ولا هو وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، واللي صار مانو مزبوط بنوب، وهي ما بنرضاها على حالنا بالمرة. لك في حدا بيقعد ببيت بلا باب؟ هيا ما عم تفوت بعالي يا جماعة، لك ما عم تفوت بنوب. لك ما بيكفي انه طالعوا قرار من مدة انه ما نسكر باب الحارة لا بالليل ولا بالنهار، واليوم خلعونا يا لك. روقوا يا جماعة، روقوا، هدوا حالكم، مركز بكرة مشوف لحل مع الجهات العليا. وليش ما تدخلت لما كانوا الدرك موجودين بالحارة؟ نحن شاهدين ظهرنا فيك يا ابو كامل. لك اخ يا ابو خاطر، اخ شو بدي لك؟ لك كانت صعبه كثير. اسال الاوادم القاعدين من قبالي، كتيبه كامله من الدرك مع عناصر ثلاث اربع مقافه تابعين للداخليه، قاعدين ومناشنين على وجوهنا ومعهم ضابط حامل قرار صريح وواضح بالتنفيذ الفوري. لو كان بيقدر يحل ويربط كنا اخذناه على جنب، حكينا كلمتين وصلى الله بارك. بس وعد علي، وعد الحر على يدي، رجع الباب اللي اخذوه بالقوه. لك صعي ابو حاتم، وينه؟ مالي شايفه؟ ما بعرف يا ابو خاطر، من بعد ما انفضت هالمعمعه ما عرفت وين راح. تعرفوا يا جماعه يلي عمله معتز اليوم عجبني كتير كتير كتير. لا لا يا بشير، لا
هذا العقيد معتز أبضاي الحارة، إي ما بيرضاها ضيمي لا عليه ولا على أهل حارته، لو بدهم يقصوا رقبته قص. والله معتز أدى وقدود ورفعنا راسنا كلياتنا. هلا المهم يا جماعة إنه نأمن له لمعتز الحماية اللازمة ونخبيه بمحل يعني ما يشم ريحته الجن الأزرق. عليك يا معتز ولك بري عليك، انا لو كنت بداله بلقح ثلاثة أربعة من العسكر واولهم الضابط. ورحمه جوزيف ورحمه جوزيف انه هالمعتز هالمأنبر طلع رجال من ظهر رجال. اي والله اي والله يا ام جوزيف، انا على هو ما سمعته، هو ما قالوا لي، قالوا لي انه معتز سحب فرته قدام الدرك وقواص وما اهتزت شعره من شعراته. اخ اخ آخ يا أمزكي، يا ريته معتز ابني، يعني شو كان بدي جاه وعز أكتر من هيك. لموت والرب لموت ما بنسى فضله علي هو وشباب الحارة لما ضحوا برواحهم مشان يهربوني من المستشفى. صحيح ابنك اللي مسافر مو ناوي يرجع؟ لا ما بده يرجع، لأنه لو بده يرجع رجع من زمان، صلوا سنين وسنين بالبرازيل. وجوزيف يلي انقتل بالغربة وما بعرف وين قبره. آخ يا أمزكي آخ، الغربة أكلت لي ولادي. المهم شوفي أنا لازم روح من هون، خلص نشكر الرب تعافيت وما بقى فيني شي. يوه اسمعوا على الحكي، لوين بدك تروحي؟ شو نسيتي انه الدرك ملاحقينك وبدهم ياكي واذا لقطوكي بتروحي فيها؟ لك مالي نسياني مالي نسياني، بس انا طولت هون طولت وما بدي تقل على الجماعه، البني ادم تقيل يا امزك تقيل. لا يا ام جوزيف لا، هاي ما ردتها منك بنبنو، بيوت الحاره كلها بيوتك، لك يا ميت اهلا وسهلا فيكي، واي بيت بدك ايه بتفوتي عليه. تسلمي يا امزكي، بس انا خلاص بدي روح على حمص لعند بنتي ماري. هاش لا حبيبة قلبي، الشغلة مو على كيفي، لسه ما طبت منيح. تعي بشير تعي اسمعي الحكي اللي عم تحكيه ام جوزيف. خير؟ قال بدها تمشي من هون. يوه لوين بدك تروحي ام جوزيف؟ ليكون حدا قصر معك لا سمح الله، ولا مليتي منا؟ اسمعوا على هالحكي، شو مليت وما مليت انت التانية؟ ايه والعضرة والعضرة، انتو عاملتوني احسن من اهلي لو كان عندي اهل. بس خلص يا أم بشير أنا خفيت وتعافيت وما عاد فيني شي، خليني روح. إلا والرحمن ما بتروحي لحتى نتأكد أنك تعافيتي 100%؟ إيش وأنتي قليلة عنا يا أم جوزيف، أنتي بركتنا. لك يسلم هالتم يا أم بشير الله عيّا. إيه صبي قهوة صبي عما أكلوني بلا ملح، وهي أحلى فنجان قهوة لأم جوزيف. عتز Hey! Hey!